احسن لهي. كتاب بعنوان مفهوم الشر في مصر القديمة للدكتور علي عبد الحليم، الذي يقدم عرضا تحليليا لأفكار المصريين القدماء عن الشر وما يندرج تحته من معاني. يحتوي الكتاب على دراسة عن أفكار المصريين القدماء وتصوراتهم عن الشر والفوضى وكيفية التخلص منها، وقد كرهها المصريون القدماء واعتبروها انتكاسة في الخلق، وعبروا عنها بكلمة بليغة هي كلمة إسفت، التي تعني جميع الشرور والفساد. الكتاب مكون من 7 فصول، ومنها مقدمة عن الشر في مصر القديمة، والإسفت في الدولة الوسطى، والإسفت في الدولة الحديثة، ودور الملك في القضاء على الإسفت وغيرها. بدأت وزارة الآثار في إجراءات طرح مشروع رفع كفاءة ثلاث، وذلك على 14 شركة ضمن الشركات المؤهلة للعمل بمشروع القاهرة التاريخية. من جانبه أوضح محمد عبد العزيز المشرف على مشروع تطوير القاهرة التاريخية أنه من المقرر أن يشمل نطاق العمل شارع المعز بداية من باب الفتوح وحتى باب زويلة، وشارع وكالة الغوري وقصر الأمير بشتاك ومجموعة السلطان قلاوون وقبة السلطان الغوري ومنزل زينب خاتون. يد أمير الشعراء، كما توجد مكتبة سمعية عالية التقنية في المتحف تحوي تسجيلات لأداء غنائي لعبد الوهاب بحضور أحمد شوقي، كما توجد غرفة أخرى تحوي عددا من الجوائز والأوسمة وشهادات. والذي يحتفل يوم الأحد القادم الموافق 29 إبريل الجاري بافتتاح متحف الفنان حسن حشمت بعد تطويره وترميمه مؤخراً، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد سرور رئيس القطاع وعدد من قيادات وزارة الثقافة وقيادات قطاع الفنون التشكيلية ولفيف من الحضور. يذكر أنه في عام 1998 أهدى الفنان حسن حشمت وزارة الثقافة متحفه بمنطقة عين شمس على مساحة 1200 متر مربع، والمتحف به أكثر من 20 تمثالاً ولوحة حجرية وخزفية كبيرة، وكذا متحفاً داخلياً على مساحة 150 متر مربعاً، علاوة على مصنعه المتكامل لإنتاج الخزف بالدور الأول من الفيلا، ليكون متحفاً ومركزاً ثقافياً لشباب منطقة عين شمس وما حولها.
تستضيف اليوم الخميس قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا فعاليات صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني العشرين ولقاء بعنوان المرأة أسطورة الوطن. هذا ويشارك في الصالون كل من الدكتورة رانيا الحسيني عضو المجلس القومي للمرأة، فايزة سعد أستاذ الأدب المقارن بجامعة عين شمس، عائشة العولقي دبلوماسية يمنية ورئيسة النادي الثقافي اليمني، وليلى إسماعيل حفيدة المناضلة هدى شعراوي، وآمنة فزاع نائب رئيس الجمعية الإفريقية ورئيسة نادي المرأة الإفريقية، وكذلك عددا من الأسماء البارزة في عالم الطب والسياسة والصحافة والإعلام والفن. هذا ويضم الصالون شهادات نسائية تشارك فيها أديبات وأكاديميات مثل الدكتورة نجوى العدل، الإذاعية نهلة الشافعي، الكاتبة أمل رزق، الأديبة والسيناريست أنجر دينغ من جنوب السودان، مع فقرات شعرية وفنية لشعراء وفنانين من مصر والدول العربية. في إطار خطة وزارة الثقافة والهيئة العامة العرض المسرحي قواعد العشق الأربعون من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح بقطاع الإنتاج الثقافي، وذلك يومي الأحد والاثنين القادمين مجاناً للجمهور. جدير بالذكر أن العرض المسرحي قواعد العشق الأربعون هو عن رواية شهيرة للكاتبة التركية إليف شفاق، وقد أشرف على الكتابة رشا عبد المنعم، وشارك في الكتابة ياسمين إمام وخير الفخراني، وموسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، ومن بطولة بهاء ثروت، عزة زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، ومن إخراج عادل حسان. لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية عن فوز الأديب الفلسطيني إبراهيم نصر الله بجائزة البوكر عام 2018 في دورتها 11 عن روايته حرب الكلب الثانية. وقد أقيم أول أمس الثلاثاء حفل التكريم في العاصمة الإماراتية بحضور أعضاء لجنة التحكيم وجمهور واسع من المثقفين والكتاب والإعلاميين العرب. وعقب فوزه قال الكاتب الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله عن رواية حرب الكلب الثانية: إننا نكتب لنهز العالم لا لنمثل فئرانه، فعالمنا اليوم ليس قطا أو قطا أليفا،
مضيفا في كلمته خلال حفل التكريم أنه لا شيء يأتي من فراغ مثل حرب الكلب الثانية، بل من معاناة كبرى عشناها وضع هذا إصابة عدد كبير من دول العالم بانتصارات الغطرسة والجشع الذي يلتهم هذا الكوكب وما عليه من كائن. أساتذة وطلبة الجامعة القاسمية بالشارقة بزيارة معارض ملتقى الشارقة للخط الدورة الثامنة، حيث كان في استقبالهم الأستاذة عائشة السقطري منسق لجان الملتقى والأستاذ خالد مصلط رئيس اللجنة الإعلامية ومنسق الجولات الثقافية بالملتقى، والذي أكد على استمرار فعاليات الملتقى حتى 2 يونيو القادم كأحد الفعاليات الثقافية الكبرى التي تثري المشهد الثقافي في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اطلع الوفد بحضور الفنان المصري الدكتور أحمد الضماطي المحاضر في الجامعة القاسمية وبرفقة 35 طالب وطالبة على الأعمال الفنية المعروضة في أجنحة المعارض المتنوعة التي شارك فيها خطاطين من بلاد عربية وإسلامية. دكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كما ثمن دور دائرة الثقافة بالشارقة بتنظيم مثل تلك الفعالية. قناة النيل. اختتمت فعاليات معرض طرابلس زواره 72,000 زائر، وتعدت فعالياته ونشاطاته حتى بلغت 22 فعالية. كان من أهمها الأمسيات الشعرية التي نظمها المعرض لكوكبة من الشاعرات والشعراء في لبنان والعالم العربي، وفي مقدمتهم الشاعرة التونسية ماجدة الظاهري والشاعرة اللبنانية غادة إبراهيم التي أحيت أمسية شعرية مميزة. وفي ختام الأمسية توجهت الشاعرة غادة إبراهيم بالشكر إلى رئيس الرابطة الثقافية الأستاذ رامز فري، مثمنة جهوده في إثراء معرض طرابلس بتظاهرات ثقافية كبيرة ومتنوعة. وفي بيت فلسطين للشعر كرم رئيس مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، حيث قدم المدير العام للبيت سمير عطية درعا للشاعر عبد العزيز سعود البابطين. وجاء في بيان التكريم أن هذه الخطوة تأتي بمناسبة إصدار المؤسسة ديوان القدس الشعري، وأضاف عطية بأن بيت فلسطين للشعر يثمن الجهود الثقافية التي وصفها بالمعطاءة للشاعر عبد العزيز سعود البابطين وحرصه على نشر الثقافة في كافة الميادين. من جانبه أعرب الشاعر عبد العزيز سعود البابطين عن اعتزازه بهذا التكريم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس وعي المثقف العربي الفلسطيني لأهمية قضيته ومدينته القدس. وأشار البابطين إلى اهتمام المؤسسة بالقدس عاصمة عربية، ولذلك كان من واجبها إصدار هذا الديوان. إلى لندن، حيث قدمت
أول أمس الثلاثاء أو قدمت أول أمس الثلاثاء دار سوثبي للمزادات العالمية مزاداً لبيع لوحات المستشرقين وسط حضور العديد من محبي الفن التشكيلي. ومن بين اللوحات المعروضة للبيع ثلاث لوحات قدمها المستشرقون عن القاهرة وتراثها وتاريخها، ومنها لوحة عن منطقة السكرية التي رسمها الفنان الألماني تشارلز وايلدر، وتقدر قيمة اللوحة ما بين 120 إلى 180 ألف جنيه استرليني. كما تباع لوحة للفنان النمساوي رافائيل فون أمبروس عن التاجر الذي يتواجد بالقرب من سبيل نفيسة البيضة، وتقدر قيمة اللوحة ما بين 60 إلى 80 ألف جنيه استرليني. ويضم المزاد أيضاً لوحة للفنان النمساوي رافائيل فون أمبروس عن أحد المتاجر بالقاهرة، وتقدر قيمة اللوحة ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه استرليني. تصدرت رواية اللص لجي آر وارد قائمة نيويورك تايمز للكتب الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الأخير على مستوى الأعمال الأدبية، فيما جاءت رواية اضرب أولاً لستيوارت وودز في المركز الثاني، وفي المركز الثالث حلت رواية اليوم السادس لكريستين كوتلر وجي تي إليسون، وجاءت رواية بعد أنا لليزا سكوت أولين في المركز الرابع. أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد احتل كتاب فاشية تحذير لكولين من مادلين أولبرايت وبيل وودوارد المركز الأول، فيما حل كتاب قتلت زهور القمر لدافيد جران ثانيا. وفي المركز الثالث جاء كتاب متعلمة لتارا ويستوفر، بينما حل كتاب روليت روسي لمايكل إيسيكوف ودافيد كورن في المركز الرابع. بالتزامن مع عيد ميلاد الملكة إليزابيث 92، تظهر النجمة العالمية إنجلينا جولي في فيلم وثائقي جديد عن الملكة بصحبة أبنائها تحت عنوان The Queen's Green Planet، وهو العمل الذي يعد مختلفاً عن تصدر النجم المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي الاستفتاء الذي طرحته قناة بيت سبورت الإنجليزية لاختيار أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي. حصل محمد صلاح على 66% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء الذي انتهى أمس الأربعاء في 11 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، متفوقاً على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وحصد كل منهما 17%. وكان ستيفن جيرارد نجم نادي ليفربول الإنجليزي المعتزل قد أشاد في وقت سابق باللاعب المصري محمد صلاح بعد تألقه في مباراة ليفربول وروما قائلاً: محمد صلاح هو أفضل لاعب على كوكب الأرض في الوقت الحالي. Have you ever scored four in a game before? No, this is the first time. Yeah.
عندما تتهيأ الظروف المناسبة دائما أبدا ما يتألق الإنسان المصري. إلى هنا أعزائي مشاهدي قناة النيل الثقافية، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الثقافية. إلى اللقاء غدا ونشرة جديدة بإذن الله.